طيب تعالوا بقى نعمل وصفة لطيفة جدا، عجة باستخدام الخضروات والكنوة. هنستخدم عجة الكوسة، هنعمل عجة الكوسة لطيفة جدا جدا. ممكن تتعمل بشكلين، الشكل الأولاني ان احنا نعملها أقراص صغيرة وده اللي احنا عملناه في النسخة، والشكل التاني ان احنا نحطها في طبق بايركس وندخلها الفرن، ودي طبعا الأسهل والأسرع. فطبعا انتوا حرين. هنستخدم ايه؟ هنستخدم نص كوباية كنوة مسلوقة ملونة، اللي هما اللونين مع بعض، المتقشرة واللي بقشرها. بنجيبها الكنوة عبارة عن حبوب مليانة بروتين وألياف، بنجيبها بنسويها في ميتها زي الرز. وبعد كده عندنا طماطم تشاري، دي طماطم تشاري اللي هي الصغيره، وممكن مكعبات طماطم عاديه، بس دي احنا شويناها، حطينا لها زيت زيتون وملح وفلفل ودخلناها الفرن على صاج. ورق ريحان، زيت زيتون، بيض، كوسه مبشوره، جبنه حلوم مبشوره او اي جبنه مبشوره انتوا حابينها، بصل اخضر. خلوا بالكم الجبنه ممكن تشيلوها هي والبيض ويبقى سوتيه كده منه فيه لو انتوا عايزينها صيامي. طيب اعمل ايه؟ حط على النار ووك بسخنها، احط فيها زيت الزيتون، البصل الاخضر، الكوسه، الريحان. يعني ممكن اخد شويه من الكوسه دول عشان الطبق مش كبير قوي كده، عشان احط بقيه الحاجات. الريحان. وبعدين احط ملح وفلفل، وبعدين اقلب. يبقى حطينا ريحان وكوسة، حطينا زيت وملح وفلفل، حطينا بصل اخضر. مش عايزة اموتهم، يا دوبك ياخدوا ويدوا مع بعض. انزل بالكينوا الاول عشان تسحب الطعم كله، كينوا من الحاجات المفيدة جدا جدا، موجودة عند العطارين وموجودة في السوبر ماركت، واسمها كينوا بالعربي، اسمها كينوا. وبعدين انزل بالطماطم المشوية واقلب. طيب عايزة اعملها عجة، يعني اضرب البيض وانزله معاها، اوكي. عايزة اعملها بيض عيون، اوكي. انا هعملها عجة، فهعمل ايه؟ هرفع ده من على النار، هجيب بولة، بسم الله الرحمن الرحيم، هلبس جلافز عشان انا مش بحب امسك البيض. بصوا لما ورق نقطة كده من القشرة تنزل تاخدوها بالقشرة، تتشال في ثانية، لو قعدتوا بقى تجروا وراها مش هتخلصوا، هي بالقشرة بتطلع على طول. يبقى ادي البيض، عايزة اعمل فيه ايه بقى؟ عايزة اضربه ضربا مبرحا، اهو رشة ملح، رشة فلفل اسود محترمة، جبنة مبشورة، الخضار هحطه هنا. شكرا يا ويسك، شكرا يا حبيبي، شكرا، ميرسي كتير يا سارة. حطهم هنا يا سارة. وبعدين جايبة البيض مع الجبنة، واقوم منزلاهم هنا وابتدي اوزع دنيتي كده اهو. عايزة طبعا البيض يتوزع، وعايزة الجبنة تبقى فوق عشان تمط معانا وتدينا وصفة عجة رائعة هتعجبكم جدا جدا، مغذية جدا جدا، والحقيقة انها تعتبر وجبة كاملة. يعني لو انا عملت دي للولاد على العشاء مش محتاجين حاجة معاها. ودخلها الفرن بقى يا أستاذ شريف، تقعد ربع ساعة تقريباً.